أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، اللهم آمين. في هذه اللقاءات المباركات نتناول تجويد وتفسير وتدبر جزء تبارك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بسورة الملك، هذه السورة العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في القرآن سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها قبل النوم. هذه السورة العظيمة نتناول أحكامها وتفسير معانيها ولطائفها، فنبدأ بمشيئة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. تبارك الذي بيده الملك، ما معنى تبارك؟ تفضل. تعالى شأنه. تعالى شأنه. و تمجد أو تكاثر خيره. تمجد وتكاثر خيره وعظم سلطانه سبحانه وتعالى. وهو على كل شيء قدير. حكم شيء قدير، تنوين بعد حرف القاف، حكمه؟ تفضل. إخفاء إيه؟ حقيقي. إخفاء حقيقي. هنا احنا فخمنا الغنة ليه؟ لأن الغنة تتبع ما بعدها شيء ق. شايف احنا فخمنا إيه؟ الغنة. على كل شيء قدير. جينا عند الراء وإيه اللي حصل فيها؟ بقت مرققة. ليه؟ لأنها ساكنة، وقفنا عليها، فبقت ساكنة قبلها إيه؟ ساكن، وقبل الساكن مكسور. قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليب اسمها ايه دي؟ ليبلوكم. حكم ايه؟ قلقلة. مظبوط كده، قلقلة. يبقى ليابة. طيب أيكم أحسن، الميم بعدها ميم ساكنة بعدها همزة، حكمها إيه؟ اتفضل. لا إدغام. لا لا مش إدغام، ده هو هنا ميم ساكنة بعدها همزة. إظهار إيه؟ إظهار شفوي، هنظهر الميم يعني. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. سبحانه وتعالى. طيب اقرأ يا يحيى. الذي خلق سبع سماوات. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. أكمل يا محمد. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جزاكم الله خير. هنا الذي خلق يراعي القارئ ترقيق اللام لأنها وقعت بين مفخمين، وقعت بين مفخم، هم مين المفخمين دول؟ الخاء والإيه؟ والقاف. خلق مش بيقولش خلق. طيب طبقا يعني يا شباب اتفضل. بعضها فوق بعض. بعضها فوق بعض، احسنت يا اسر. تفاوت يعني ايه؟ تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يحيى. اختلاف. ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف، يعني خلق محكم سبحانه وتعالى. خلق السبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من ايه؟ سواء بقى في السماء او في غيره، اي خلق الرحمن لا تجد فيه خللا. ما ترى في خلق الرحمن من ايه؟ من تفاوت. طيب ارجع البصر يعني ايه؟ اتفضل. انظر مرة اخرى. كرر البصر مرة بعد الاخرى. هل ترى من فطور يعني ايه؟ شقوق وصدوع. شقوق وصدوع، جميل. طيب هل ترى، لم هل هنا جي بعدها تاء، متى تدغم لام هل؟ لام هل تدغم في حالة واحدة، إذا جي بعدها لام فقط، زي هل لكم، هل لنا من شافعين، باقي الحروف تظهر لام هل، ما عدا الراء لأنه لا يوجد في القرآن هل بعدها راء أبدا، لا تجد هل بعدها راء. طيب في خطأ بشائع بين الكثير بيقرأه، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، في ناس تقول لك ينقلب اليك البصر خاسئ، غلط. ده ينقلب ديت مجزومه في جواب الطلب، يعني هنا لازم تكون ساكنه، ينقلب اليك. نقراها سويا كده، ثم ارجع البصر. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. طيب. حسير يعني الذي ينظر في خلق الله عز وجل ليرى من تفاوت، يعني هيتعب، أصبح متعبا كليلا وهو حسير. طيب ولقد زينا السماء، نسمعها من آسر يلا. ولقد زينا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. كمل يا محمد. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بارك الله فيكم. ولقد زينا اسمها ديت غنة. 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 يبقى الغنة لها مقدار، لها مقدار معين لازم ايه نوفيه. ولقد زين. طيب السماء مد ايه؟ اتفضل. مد واجب متصل. مد واجب متصل، احسنت. بمصابيح ولا بمصابيح؟ بمصابيح. طيب اتفتحت ليه؟ ما هي بقى هي بقى حرف جر، مصابيح على وزن ايه؟ مفاعيل، ممنوعه من الصرف، عشان كده ايه اتنصبت بالفتحه نيابه عن الكسره. بمصابيح مجروره بالفتحه نيابه عن الايه؟ الكسره. بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ايه فائده النجوم؟ ليها ثلاث فوائد. ترشد الناس في الظلمات، ترشد الناس وتهديهم، وزينه للسماء، ورجوما للايه؟ رجوما للشياطين. يبقى فائده النجوم ايه؟ ها؟ زينه للسماء، تهدي الناس، وتحرج الشياطين. جزاكم الله خير. وأعتدنا، في بعض الناس يقول لك ايه وأع يعني قلق العين، العين هنا عندها السكونة، علامة السكونة. وأعتدنا لهم عذاب السعير. أي حرف مشدد يجاب لك في القرآن من أول لآخره لابد إن أنت تعمل فيه نبر، نبر يعني يعني زي ما بيقولوا تتك عليه كده، تضغط عليه. أي إيه؟ السعير، مش عذاب السعير كده على طول كده، لا لازم الإيه النبرة دي. وللذين كفروا، اتفضل يا ابني.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هي جهنم مضاف إليه بس هنا برضو انجرد بالفتحة عشان هي إيه اسم أعجمي. طيب وبئس المصير. طيب المصير الراء هتبقى مرققة برضو مش كده ولا إيه؟ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا مد إيه؟ مد جائز منفصل. أحسنت. الحرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية، انفصل حرف المد عن الهمزة عشان كده سموه منفصل. طيب سمعوا له شهيقا. شهيقا يعني إيه؟ صوتا منكرا. صوتا منكرا زي صوت الحمير كده، يعني النار بتبقى فيها شهيق زي صوت الحمير. شهيقا وهي تفور. تفور يعني إيه؟ غليان شديد، تغلي وتتقلب. نعوذ بالله من عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب النار يا رب العالمين. طيب تكاد تميز، نسمعها منك يا محمد. تكاد تميز من الغيظ. طيب هنا تميز ذو غير ذو، صح ولا ايه؟ تميز من الغاء. لو وقفنا عند الظاء هتفخم الظاء وتخرج طرف لسانك مش لسانك كله. الغيظ. نقرا المقطع ده مع بعض. تكاد تميز، ها؟ تكاد تميز من الغيظ. تميز يعني يا شباب؟ تتميز من الغيظ يعني ايه؟ تلون. ها؟ تكاد تتميز من الغيظ يعني تتقطع من الغيظ، تتمزق من شدة الايه؟ الغضب. الغضب. شفت بقى؟ تخيل بقى ان النار متغيظة وعايزة تلتهم الايه؟ اصحابها. تكاد تميزوا من الايه؟ من الغيظ. طيب كلما ألقي، اتفضل كامل يا محمد. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نذير. نذير نرقق الايه؟ الراء. تمام. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنة، خزنة النار، خزنة جهنم يعني. ألم يأتكم نذير؟ هنا استفهام ليس على حقيقتي ولكن استفهام إنكاري يعني تقريعي. بيقول لهم ألم يأتكم نذير؟ مش كان في رسل فقالوا لهم إيه بقى؟ هنقرأ الآية ديت، خلي بالك. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. مع بعض، خد نفس بقى عند الآية طويلة، يلا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. بعض علماء الوقف قالوا نقف عند من شيء على أساس إن أنتم إلا في ضلال كبير من قول الملائكة ردا عليهم، واللي قالوا نوصل قال لك لان دي من جمله قولهم قالوا بلى وكده، خد بالك. طيب هنا قلنا، اللام هنا حكمها ايه؟ قلنا، ها؟ اظهار. هات الدليل من التحفه. واظهرن، واظهرن لام فعل مطلقه في نحو قل نعم وقلنا والتقى. جميل قوي. واظهرن ايه؟ لام فعل مطلقه في نحو قل نعم وقلنا اهي قدامنا والتقى. خلاص كده. طيب سألهم وقلنا ما نزل الله من شيء. ما نزل الله وردت في المصحف في القرآن كله 3 مرات. آية 71 في سورة الأعراف ما نزل الله بها من سلطان. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو سنطيعكم في بعض الأمر، ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر في الآية 25. وهنا في سورة الملك في الآية كام؟ 9. ما نزل الله بلا إشكال في الملك والأعراف والقتال. ده السخاوة في المتشابهات. ما نزل الله بلا إشكال
في الملك والأعراف والقتال، اللي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.